عمر نعم السيدان من السؤال. عيد الحب. عيد الحب. هذا أقل سؤال سولتني عليه. وسولني على شنو في جيبي. وسولني على غلاء الأسعار. وسولني على بطاطا شنو دايرة وعلى مطيشة وعلى ليسانس. سولني على الحياة اللي كان عيشها مع الدبا. سولني. شنو تسولني سؤال؟ عيد الحب. عيد الحب نفرحو. سعد المقالة وإحنا هاجرينه العام كامل. والله يرحمنا بالشو ويرحم ضعفنا. باش رخص لنا بطاطا هي اللي تسولني عليها وما تعيشها. شويه ديال الدجاج وشويه الحوت. رحنا توحشنا ناكلو الدجاج والحوت. سولني واش عشيتي البارح ولا ما تسولني. عيد الحب يا ودي عيد. شكون اللي محتفل بهاد عيد الحب؟ وريني وريني هاد المراه هاد المراه المغربيه ولا هاد النساء المغربيين. ودابا النساء المغربيين تسولها تقولها عيد الحب تقول لك سولني على بطاطا والبصله فينا هي فين وصلنا بها وما تعيشها. وسولني على سيدنا رمضان اللي يدخلوا عنا بالصحه والسلامه وعلى المغاربه شنو غيكون فيه ديال السيار شنو يكون فيه ديال الجبيد الفلوس. سولني على باش عشيت الا تعشيت ما غنتغداش. سولني كتسولني على عيد الحب. خويا العزيز تولي تسول شي مغربي ولا شي مغربيه على عيد الحب. سولهم على بطاطا بطاطا مطيشه الغاز اللي دابا ما عرفت فين راه واصل ليسانس زيت زيت. سولني على مالي الحوانت اللي كيسالوني وكنتخبع منهم. سولني على مناتسات. سولني على بطاطا عيد الحب هذا السؤال هذا. وسولني على بطاطا فين غاديه. سولني على مطيشه فين غاديه. واش نقول لك؟ الله ينصر سيدنا وعاش الملك. وهاد الحكومه هادي سولي ترد لنا بطاطا ب 40 وليسانس ب 8 دريمات. وانت رزق الله. تحياتي للنساء المغربيه نساء ورجال اللي ما كيعترفوا ولا بعيد الحب كيعترفوا غير بالبصله وبطاطا. كندوز اخويا في طنجه. مامي ياك اخي. مامي كندوز مع امي. كاين شي ناس كيمشيو يدوزوا عيد الحب مع صحاباته. كتقول في هاد القضيه؟ ما عندي ما نقول لهم كله حياته هذيك اخويا حياته الشخصيه. يدوزوا مع امو يدوزوا مع صاحبته حياته. احسن عيد الحب مع من؟ مع المهم اللي هو والديك. لا والو ما كاين لا حب لا والو اخويا. شي حد كتبغيه في حياتك؟ هاي المهم اخويا هي اللي كاينه الساعه اخويا. يعني نهار الاحتفال اش كدير؟ نهار فاش كتبغي تحتفل شنو كدير؟ كنفرحوا مع الوالدين اخويا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.